طبعا أنا كطالبة في المرحلة الثانوية وايد استفدت من هالمنتدى، إنه هو طرح لي الفرصة إن أناقش الآراء وإيجاد لها الحلول، لكن أتمنى في المرة الجاية إنه يزيدون عدد أولياء الأمور والطلبة من جميع المراحل عشان نعرف السلبيات والإيجابيات، وبعد أتمنى إنه يغيرون من طريقة النقاش، مثلا تكون نقاشات فردية أو جماعية.